أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ضرورة أن يتجاوز التعاون الاقتصادي العربي التركي نطاق التبادل التجاري إلى آفاق أرحب تصب في صالح مسيرة التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة لدى الجانبين. وقال أبو الغيط في كلمته خلال أعمال الدورة 15 للمنتدى الاقتصادي العربي التركي في اسطنبول إن المنتدى يمثل منصة فريدة للحوار تجمع بين السياسيين والاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والأتراك، مشيرا إلى أن العلاقة بين الدول العربية وتركيا تتسم بالعمق التاريخي الذي صنع تراثا وقيما مشتركة بين الطرفين. وطالب أبو الغيط بتطوير التعاون العربي التركي ليشمل مجالات البنية التحتية، ولدى الجانبين خبرات تجارب مهمة في هذا المجال بالذات. وقع مركز المعلومات معلومات مجلس الوزراء مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية في مجالات التوثيق الاستراتيجي والتحول الرقمي. جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة يوم الوثيقة العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وينفذ المركز مشروعا طموحا تحت عنوان توثيق ذاكرة جامعة الدول العربية، ويوثق تاريخ الدول العربية في علاقاتها بجامعة الدول العربية الذي يعد تاريخا حافلا في مسار الأمة العربية بكل ما حمله من تحديات وأزمات ومواقف تشكل جزءا من هوية وتاريخ الأمة العربية. كما يهدف المشروع إلى التوثيق المرقمن لمسيرة العمل العربي المشترك منذ بلورة فكرة التأسيس في عام 1942. أكد وزير المالية أحمد كوجوك أن سياسة الوزارة أكثر استهدافاً للاستقرار المالي ونمو الإنتاج والتصدير لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأوضح كوجوك خلال الجلسة الوزارية الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العربي التركي أن الحكومة تعمل على استراتيجية طموحة متعددة الأدوات والإجراءات لتحسين إدارة الدين بشكل مستدام وتحسين كل مؤشراته، مشيرا إلى أن هناك تطورا كبيرا في العلاقات التجارية المتوازنة بين مصر وتركيا. وأكد كوجوك أن مصر تلعب دورا نشطا في تعزيز التعاون الإقليمي مع الدول الصديقة والشقيقة في مواجهة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، لافتا إلى أن مصر تصدرت إفريقيا لثلاث سنوات متتالية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات نتيجة لتقلص الخسائر الحادة التي تكبدتها على مدار الجلستين الماضيتين، ذلك بعد أن أظهرت بيانات في قطاع النفط انخفاضا غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي. فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% لتصل إلى 74 دولارا و67 سنتا للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.6% لتسجل 70 دولارا و84 سنتا للبرميل. وهذا وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.15% لتصل إلى $2.19 سنتا للتر. كما زادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.6% لتسجل $2.44 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت الصين عن زيادة القروض المتاحة للسوق العقارية المأزومة، ذلك بحلول نهاية السنة الحالية، فضلا عن مساعدة لترميم مليون مسكن متداعي. وصرح وزير الإسكان الصيني ني هونغ خلال مؤتمر صحفي أن زيادة القروض في المشاريع الواردة على القائمة البيضاء ستبلغ 4 تريليونات يوان، ما يعادل 562 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي. وأضاف ني هونغ أنه سيتم أيضا ترميم مليون مسكن متداعي.
نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى ليلى وهبة، إليكما. شكرا لك سارة.